السلام ومرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا توا ماضي 3 و6 دقائق. هذه رؤيا فام سبيسيال سونتي باي ميت بونتين، اول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه اقرب طبيب ليك وتاخذ معه موعد على الانترنت. موضوعنا اليوم هو الالتهاب الرئوي المزمن، وحاضر بحضنا دكتور رضا بن عريف اخصائي في الامراض الصدريه والحساسيه. مرحبا بك دكتور بحضنا. حاول تقدم شويه دكتور جوست باش نسمع صوتك بالكدي. مرحبا بك سيدي، الله يخليك. دونك موضوعنا اليوم هو الالتهاب الرئوي المزمن. اذا كان تحبوا تسالونا في الموضوع هذا تنجموا تطلبونا على 31 380 ألف. دكتور نعرفوا اللي الالتهاب الرئوي المزمن يمكن من اكثر الاسباب المتسبب فيه هو الدخان، بريسك 80% من اسباب الالتهاب هذه هما الدخان. بعده نحكيوا على اكثر اسباب اخرين ونحكيوا على المضاعفات نتاع المرض هذايا، وديما المرض هذايا يدور مربوط بالدخان. اذا كنت تبطل الدخان تطبرته ينقص تنقص المضاعفاتك، تحمي روحك اي سورتو تحمي صغيرك وعائلتك والناس اللي دايرين بيك، على خاطر ما يعرفوش زاد اللي التدخين السلبي ما بين 20 و30% ينجم يصيب الاطفال. ما التدخين السلبي نجموا يمرضوا بالالتهاب الرئوي المزمن. ما يتخن نفسروا للعباد من الاول شنو هو الالتهاب الرئوي المزمن هذا وكيفاش نعرفوا اللي عندنا التهاب رئوي مزمن. بارك الله فيكم، شكرا على الاستضافة. هذا موضوع كبير صراحة، موضوع كبير الانسداد الرئوي المزمن هذا، لأنه يعني مرض بالنسبة للوقت الحالي مازال صامت، مازال صامت والناس مش عطيتو قيمة، خاصة اللي هما معناها اللي باش يتمسوا به المدخنين. المدخنين مش عاطينه قيمة. هذا انسداد الرئوي المزمن الناتج 80% من الحالات نتاعو على التدخين، هذا اكيد التدخين الايجابي او السلبي. يعطي هذا ويمس الشريحه من العمر اكثر من فوق ال 40 سنه معناها بصفه كبيره. انا ثم احصائيات معناها ثم تفوت حتى 10% من السكان من السكان فهمني. وفي العالم ينجم قال لك ثم تقديرات في وسط حتى 2004 قال لك باش يموتوا منه 200 مليون قداش في 2020 في 2004 هذا التقديرات نتاعها وقتها ينجم يموتوا منه 200 مليون. هذا ماهوش كان بال هذا الانسداد الرئوي المزمن ناتج بصفه كبيره على التدخين. شنو هي العلامات نتاعو؟ العلامات نتاعو الانسان هذا باش يحس بكحه، باش يجي كحه منها يوميه، مش مشكل في الصباح شيء، اكثريه العباد تقوم الصباح يكح يخرجك هاك البلغم الصباح اللي هو راه عادي بالنسبه لي، هو عادي كحه الدخان برشا عباد يسموها كحه التدخين. هي معناها ندرجوها في بعد نحكوا على المراحل ندخلوها في المرحله الاولى. دونك هنا هذه الاعراض عندك بلغم موجود وكحه سعال موجود بصفه مستمره بصفه مستمره ديجا تدخل في المرحله الاولى نتاع الانسداد. وقتاش نحكوا على الانسداد؟ الانسداد اللي هو معناها يحسوا من يحسوا المريض هو وقتها يكون الانسان يكون يخدم في عنده عمليه يوميه يعملها بصفه طبيعيه، فجاه تصير له نوع من الفشل، ما عادش نجم يخدمها كالعاده. الانسان يسكن في الطابق الثالث وصل للطابق الثاني وحس بشويه تعب، ما عادش نجم كالعاده. هنا يلزم يفيق لروحه يمشي يشوف طبيب. يشوف طبيب ويشوف علاش هلا النزول في الطاقه نتاعو والنزول في به. بالنسبه لهذا سمحني، النزول في الطاقه هذا يكون مصاحب بضيق في التنفس ولا لا؟ خاطر انت قلت ثوازيام ايتاج ودوزيام ايتاج. هو ضيق تنفس هذا. هذا ضيق تنفس، علاش ما طلعش وصل للفقد؟ صار له ضيق تنفس ما عادش ولا تعب دخل زوج فاشله كها ولا يلهث، مش فاشله ولا يلهث، فاشله ما يلهث يلهث كله من ناتج عليها. ما ننساوش اللي الرئتين هذوما الجهاز التنفسي هو اكبر جهاز واول جهاز هو عنده علاقه بالبيئه. هو علاقه بالبيئه معناها قصوى تلوث في الهواء قصوى تلوث عم في روح عند التدخين. اكبر جهاز في البدن عنده علاقه مباشره بالبيئه. دونك هنا نرجعوا للعلامات، قلنا سعال وبلغم وفي ضيق نفس، هذا يعطينا التعريفه نتاع الانسداد هذا. بعد حطوه منها في المرحلة حطوه في المرحلة، ثم مراحل يتعدى بها. المرحلة الأولى قلت لك هذه السعال والبلغم، أغلبية المدخنين ما يعطوهاش قيمة. النهار تصيروا قريب يمشي عادي أي طبيب ياخذ دواء نتاع الجمعة ويقص عليه وكانوا شيء ما ثم. حتى العام اللي بعده العام الثالث العام الرابع وقتها يصير له الانسداد هذا، وقتها يلتجي باش يلتجي الاختصاصي ويلتجي كذا باش ينجم يقيم المرحلة. هنا كيفاش نقيم المرحلة؟ هنا ثم العلامات السريرية هذه اللي قلت لك عليها، وثم القياس التنفس. قياس التنفس هذا هو اللي باش يعطينا
باش يعطينا المرحله بالضبط. لما ماكينه صغيره هي صغيره ما تعطينا برشا نتائج. فهمت باش نعطيو قيس نفس ونشوفوا كميه الهواء اللي خرج من الري ينجم يخرجها. الانسان العادي خرج 90% من كميه الهواء اللي دخلت للري. الانسان اللي هو مصاب بالانسداد الرئوي المزمن باش يشوف باش نبدو من 5% ونهبطي. دونك من 75% ل 50% هذا يسمى مرحلة ثانية مرحلة ثالثة، وثم تحت ال 50% في المرحلة الخايبة تو تحت ال 50% تولي مرحلة متقدمة شوي. دونك هذايا بالنسبة لقياس النفس. بالنسبة للعامل الآخر اللي نجموا نقيموا به البي بي سي والانسداد هذايا هو المرات اللي تدخل فيها في مضاعفات. ثم الإنسان ما عمره ما يدخل حتى ما دخل حتى سبيطار وما يصيرش مضاعفات رغم الانفلونزا وكذا، وثم اللي يصير كومبليكاسيون داخل الرياض كل شتاء ولا داخل السبيطار كل شتاء ويمشي الاستعجالي مره في الشهر، هذا يدخل في المرحله الرابعه، هذا يقع سيرباتور يسمى هذا. دونك نحطوه في مرحله متقدمه. هذا بالنسبه لتصنيف المراحل. تصنيف المراحل، دونك اعطينا التعريفه نتاع البي بي سي يو، اعطينا الاعراض، واعطينا توا تصنيف المراحل. نتعدوا الاسباب. دكتور توا احنا كنا بالاول قلنا ل 80% اسباب نتاع الالتهاب الرئوي المزمن هو التدخين، اما سيختن ما فما اسباب اخرى محيطه يمكن بالشخص هذايا المريض اللي تنجم تضاعف ولا تسبب في مضاعفات اخرى ولا تخلي المرض يتقدم في ساعة والا يجي على بكري بارابور لعباد اخرين. قلت لك راهو الجهاز التنفسي اول جهاز في البدن عرضه مباشره بتعامل بالك مع البيئه. دونك اول مضر هو كما قلنا 80% التدخين. العامل الثاني اللي هو ينجم يكون بعلاقه تامه مع الجهاز التنفسي هي التلوث البيئي. التلوث البيئي الدخان ما يجيش كان من السيجار وكان من الدخان، يجي من الطهي في المطبخ، يجي من بعد الارياف ثم الطابونه. نسيت عفوا الدخان اللي طالع من الطابونه. ثم منعطي هي نوع من الدخان هي النفه فهمت في الارياف. ثم تلوث المعامل. ثم العمل في الاماكن المغلقه. المغلقه معناها هو كونفيني هذاك هو متلوث فينا رغم انه ثم حتى تدخين، اما هو متلوث ينجم يتسبب في الانسداد المزمن. هذا مال تولع. وثم الامراض الجينيه. ثم اللي هو ديفيسيت هذايا انزيم قاعد ديفيسيت فيه الالفا انتي تريبسين، هذا مرض وراثي يتوجد في الانسان منذ ولادته ويتسبب في نفقدوه الانزيم هذايا اش ينتج عليه؟ ينتج عليه تحطيم انك الجدران نتاع الرئه من داخل هاك الحويصلات وهاك هذيك تتحطم وتتحل في بعضها وتعمل نوع من الفقاعه فقيقعات هذيك فهمت؟ هذيك تسمى الانفيزيم. الانفيزيم ديوباتيك هذا سبب من الاسباب زاد الانسداد الرئوي المزمن. فهمت؟ دونك هذا بصفه عامه الاسباب اغلبيه الاسباب اللي تسبب في المرض هذا. من بين الاسباب هما زوز تابعين بعضهم دكتور، كما قلنا التدخين فما زاد التدخين السلبي، وفما برشا عباد ما تعطيش اهميه كبيره للتدخين السلبي هذايا وما تعرفش الاضرار نتاعو وما تعرفش اللي هو نجم يتسبب في التهابات رئويه مزمنه سواء للعباد الكبار ولا حتى للصغيرات. التدخين السلبي يعطيك الصحة ذكرت الموضوع هذا، التدخين السلبي هذا آفة عظمى. آفة عظمى معناها برشا الأولياء معناها نحب ننبههم من هالبلاصة هذه المنبر هذايا، الأولياء مش فايقين يعني يتكيفوا كو سوا اللون المرأة ولا الراجل ولا الزوز يتكيفوا في بحذاء أولادهم كيفوا جانب أولادهم تلقى أولادهم عامين 3 سنين 4 سنين بصفة مستمرة، معناها تدخل الدار كأنك دخلت قهوة معناها فهمت. الطفل هذاك عايش فاك البيئة هذيك اللي هي معناها أنا عامة بالتدخين. شو يصير؟ الولد هذايا راهو يتكيف، نعلم الولي راهو يتكيف معاك، أنت تتكيف في باك ودخان ويتكيف معاك شطرة. خاطي أبار التلوث الآخر يكثر التدخين يزيد في النداء ويزيد في السببات الأخرى نتاع الحساسية. هذا ما تنساش اللي ولدك نجم يكون عنده حساسية وزيد أنت عليه التدخين. في العمر العشر سنين باش تلقاها بي بي سي يو تلقاها بالانسداد الرئوي كيما عمر 60 سنه. وقتها ما عادش نجموا نفركوا الحكايه، صعيبه الوضعيه. لازم الاولياء ينتبهوا، لازم يتبعوا حتى التدخين السلبي خاصه مع صغيراتهم لانه مضر ياسر ويسببهم في برشا مشاكل في كيكبروا. يعطيك صحة دكتور، يتسببوا في برشا مشاكل ويتسببوا زادة في برشا مضاعفات ونحكيوا عليها شوية آخر. نعاود أذكركم اللي موضوعنا اليوم هو الالتهاب الرئوي المزمن، وحاضر بحثنا الدكتور رضا بن عريف أخصائي في الأمراض الصدرية والحساسية. إذا كان تحبوا تسألونا في الموضوع هذا تنجموا تطلبونا على 31 380 ألف.